بسم الله الزملاء والزميلات، السلام عليكم ورحمة الله. متفقين جميعا إن من أهم خصائص الـ ERP Systems ألا وهي التقارير. ده أهم شيء في البرامج، ومن أهم التقارير تقارير متعلقة بالمخازن. ليه؟ لأن المخازن لو عندي التقرير أقدر أحكم الشركة داخليا، أعرف إيه اللي بيخش وبيخرج وتصنع واللي متأخر. خلينا نبص الـ ERP Next إزاي بيخدمنا في النقطة دي. بشوف الستوك أو المخزون واشوف التقارير الخاصة عندي، هلاقي اهم التقارير ايه؟ سجل المخزون، ارصدة المخزون، كميات المتوقعة من المخزون، واعمار المخزون او الايتمز الموجودة عندي. خلينا نشوف السجل، الستوك ليدجر او السجل. مباشرة لما بعمل السجل بيجيب لي عن فترة شهر. يعني ايه سجل؟ الحركات اللي تمت خلال الشهر. انا ممكن اخليها خلال يوم، خلال اسبوع، زي ما بحتاج. ولكن القاسم المشترك في جميع شاشات الـ ERP Next ان هو بيديك اختيارات متعدده. يعني هنا ممكن يديني على مستوى المستودع، هنا على مستوى الايتم، هنا على مستوى الجروب بتاع الايتمز. يعني المستودع زي مثلا اقول له اديني مستودع الانتاج التام بس عن الفتره، هنشوف مثلا هنا الاول خلينا نبص ايه التقرير عن يوم 26. دي الحركه اللي تمت خلال الفترة من 29/8 ل 29/9، دي الحركات اللي تمت في 26، 27 مكانش فيه، في 28. طيب خلينا نقول له وريني ايه اللي تم في 28/9، انا عايز تقرير عن 28/9 بس. الحركة اللي تمت في 28/9 بلاقي هنا بيقول لي ان انت عندك المادة الخام اشتريت منها N، يعني اشتريت منها 1000 متر من الخشب، ورصيدك حاليا 1916 بعد الـ1000 اللي انت اشتريته. ومن دولاب، الدولاب ده عبارة عن منتجات تمت الصنع، انتجت قطعة واحدة، بقى عندك 6 قطع موجودين في تاريخه. وبعد كده بيديني تفاصيل اكتر بالاسعار والبالانسز وكل حاجة تفاصيل أكتر، ولكن بقدر أعرف من خلال التقرير ده اللي تم في اليوم اللي أنا عايزه أو في الأسبوع. وزي ما قلنا فوق ممكن أطلب عن فترة أسبوع، أطلب الحركة عن مخزن محدد أو صنف محدد أو مشروع محدد. أنا ممكن أقول له يعني يوم، قلت له اليوم ده تجيب لي الحركة اللي تمت على الخشب بس في اليوم ده. ممكن أقول له هات لي على المشروع المحدد من خلال الشهر أو خلال شهر ونص أو خلال أسبوع كل اللي تم صرفه على المشروع المحدد ده. لو عندي مشروع بذكره هنا. جيد، ده التقرير الاولاني اللي هو على مستوى الحركه. دي على مستوى الارصده، يبقى الاولاني كان مستوى الحركات، ده مستوى الارصده. الارصده بيقول لي النهارده حتى في 29/9 الارصده اللي عندك ايه، عندك قد ايه مواد خام خشب، عندك 1916 قيمته كام، 1916 متر قيمتهم قد ايه. تمشي بتقدر في كل حاجه موجوده عندك قد ايه دخل خلال الفتره دي اللي انا ذاكرها. احنا قايلين الفتره ايه؟ من 29/8. مفيش ارصده اول مده لان انا فاتح من 29/8. فبيقول لي انت اشتريت ايه، 3000 متر تكلفتهم كذا، وخرجت للانتاج 1084 تكلفتهم كذا. وبعد كده السعر حاليا كام؟ السعر ده اللي هو المتوسط، لان انا اشتريت مره اشتريت ب 250 ومره اشتريت ب 300، فهو جاب لي السعر المتوسط حاليا بيساوي كام. جيد، دي التقرير الثاني، الارصده، ارصده كل حاجه تبقى ايه موجوده عندي، حتى ارصده تحت التشغيل. بس هو طبعا صفر تحت التشغيل يتحول، ان انا لو عندي حاجات في نهايه، خاصه في نهايه السنه، لو انا عندي الانتاج بيقعد ممكن يوم واتنين واسبوع، فممكن يظهر في 31/12 في حاجات تحت التشغيل، فهنا تظهر لي. طبعا انا عندي شغلي خلص اول باول، مفيش حاجه تحت التشغيل، ولكن لو في بيظهر الشغل اللي تحت التشغيل كمان. ومن هنا برضه نفس القصه، ممكن اقول له اديني الوير هاوس، اديني بس الايتمز الخاصه بتحت التشغيل فقط اللي هو التقدم في العمل، فيجيب لي لو في ارصده يجيب لي ارصده، مفيش ارصده فجابها صفر. ويجيب هنا لو انا عايز الايتمز على مستوى ايتم محدده يقدر يجيبها لي. جيد، ده التقرير الثاني. يبقى التقرير الاولاني عن الحركه، التقرير الثاني عن الارصده، التقرير الثالث عن المتوقع او انا حاجز ايه عندي اللي انا بشتغل في البلانت. نرجع حته لورا كده هنشوف لما باجي مع اول ما بستلم امر بيع او سيلز اوردر،
على طول مباشرة بعمل إيه؟ بعمل البرودكشن بلان، تخطيط. بعمل تخطيط، أنا هنتج في اليوم الفلاني، وبعد كده في اليوم المحدد بدي أقول له هشتغل ورك أوردر، بدي له أمر العمل. أمر العمل ما دام ما عملتوش سميت ما يعتبرش، ما لا يؤثر في البرنامج عندي. زي ما احنا متفقين، ما دام ما فيش حاجه اسمها احنا عندنا برنامج سيف وبعد كده نعمل له سميت اللي هي بنقول عليها بالعربي ترحيل، ما عملتش ترحيل ما بيسمعش في اي حاجه في الحسابات. فبمجرد ان انا بعمل ترحيل الورك اوردر، والترحيل الورك اوردر مش بعرف ان انا ابتديت شغل، بس ترحيل انا خلاص الحسابات وهبتدي شغل اهو. فانا قلت هنا الورك اوردر اللي عندي ده انا قلت له ترحيل او سبميت، بس مستني ان انا اقول له ستارت. ليه هعمل ايه؟ قلت له ترحيل على ايه؟ انا هنتج 3 دواليب، ده منتج تام، وهستخدم 26 متر، 36 متر خشب. هستخدم 36 متر خشب عشان انتج تلات دواليب كمنتج نهائي. انا قلت له سبميت ترحيل، خلاص هبتدي الشغل بس لسه ما ابتديتش. اجي اشوف اثر ده فين بقى؟ في تقارير المخزون. هلاقي هنا المتوقع بيقول لي ان انت عندك البلاند، المخطط ان انت تنتج 3 دواليب. هنا اقدر اعرف لو انا بتاع سيلز، ابقى اخش واعرف ايه اللي بيحصل حاليا في المصنع عندي، هل ابتدوا في انتاج ولا لسه. يبقى انا عندي هنا هينتجوا 3، وفي نفس الوقت احتفظ ب 36 اسمها ريزيرفت الكوانتيتي. شال لك 36 متر، قال لك دولت احنا هنستخدمهم للمشروع بتاعك، فخلاص خرجهم من رصيدك. ده كده المتوقع والشغل عامل ازاي. يبقى شفنا الحركه، بعد كده شفنا الارصده، شفنا المتوقع، وشفنا ازاي بيستعد للشغل اللي لسه هيتم، يكون البضاعه موجوده عنده. اخر حاجه هنشوف تقرير اللي هو خاص باعمار الارصده اللي عندي، اعمار الستوك المخزون. زي ما عارفين احنا عندنا ارصده المليونيه وارصده للدائنيه، بقى لهم فتره قد ايه؟ في حاجات بتبقى لها شهر، شهرين، 6 شهور، 9 شهور. فنفس القصه بالنسبه للمخزون. بلاقي هنا عندي مثلا على سبيل المثال عندي الخشب، بشوف بقى له قد ايه عندي. عندي الكميه 1916 بقى لها قد ايه؟ بيقول بقى لها من 0 ل 30. معايا؟ في الحاله دي انا بعمل ايه؟ ببقى انا عينيا لو ما اجي اشوف مثلا التقرير زي كده بقى له فتره كبيره، اكتر من 3 شهور. لازم اعرف ليه بقى له 3 اكتر شهور، وابتدي اشوف هل انا اقدر ابيع خرده، هل ابتدي لازم اشوف ايه السبب ان انا اشتريت وانا عندي كميه تانية. المهم لازم عيني على ارصده المخزون عشان ما تراكمش عندي. زي ما احنا عارفين ان المخزون ما هو الا مال راكد في المخازن، فلازم على طول يبقى في حركه المخزون مستمر عشان دي عباره عن كاش. يبقى عيني اعرف ايه الرصيد الراكد عندي واتصرف فيه. حلقه النهارده انتهت. كتب الله لنا لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.